ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم ما لي ما لي، وليس لك من مالك إلا فما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب متاركه للناس. أنت تعمل وقد تترك بعض الصالحات من أجل المال وتقول مالي مالي، ما حقيقة المال؟ انظر إلى المال، ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، يبلى، أو أكلت فأفنيت، ذهب، أو تصدقت فأبقيت، هذا الخير الذي ينفع، وما سوى ذلك فذاهب إلى قبرك وتاركه للناس.